وأنهى حامل اللقب المنتخب القطري تحضيراته استعدادا لمواجهة نظيره الإيراني في نصف نهائي كأس آسيا قطر 2023، مواجهة تتكرر للمرة الثالثة في تاريخ البطولة. تفاصيل أوفى في تقرير هشام السادة. النابي يواصل رحلة الدفاع عن لقبه، والخصم هذه المرة هو المنتخب الإيراني الباحث عن إضافة لقب رابع في تاريخه. ماركيس لوبيث المدرب الذي وضع بصمته وأحدث نقلة نوعية في أداء المنتخب، حضر لاعبيه بشكل جيد لهذه المواجهة التي يعول فيها العنابي على عاملي الأرض والجمهور من أجل الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي. نخوض هذه المباراة بحافز كبير، فنحن على بعد خطوة واحدة من المباراة النهائية وصناعة التاريخ مع المنتخب القطري بالوصول للمرة الثانية على التوالي لهذا الدور، ولكننا بالطبع ندرك تماما مدى صعوبة هذه المباراة، وندرك أنها مباراة مهمة وصعبة أمام المنتخب الإيراني. بالنسبة للمنتخب الإيراني كونه لم يفز منذ فترة، هذه المعلومة لم أكن أعرفها، ولكني أعرف تماما أنه منتخب قوي وسيخوض المواجهة لأجل الفوز والتأهل. وبصفوف مكتملة ولا غيابات تذكر، سادت روح التفاؤل والإصرار الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب القطري. اللاعبون عازمون على الظهور بمستوى يعكس مدى التطور الكبير الذي وصلوا له. أكيد مباراتنا بكرة مباراة صعبة ضد المنتخب الإيراني، نفس ما قال المدرب في إجهاد في تعب، لكن الوصول لهذه النقطة إنجاز كبير، ودنا أن نوصل للنهاية. مباراة صعبة ومتحمسين لها إن شاء الله، كل التركيز والحماس للاعبين، فإن شاء الله نطلع بالصورة الحلوة ونقدر نفوز ونوصل للنهاية إن شاء الله. المواجهة التي تتكرر للمرة الثالثة في تاريخ البطولة يسعى فيها العنابي إلى كتابة التاريخ ببلوغ المباراة النهائية وتكرار إنجاز عام 2019. هاشم السادة، بين سبورتس، الدوحة. هذا وشدد طارق سلمان لاعب منتخب قطر على صعوبة مواجهة إيران. سلمان يتمنى أن يواصل زملاؤه مشوارهم في البطولة القارية حتى النهاية. مباراتنا أكيد القادمة مع المنتخب الإيراني راح تكون مباراة مصيرية، مباراة صعبة. الوصول إلى هذا الوصول إلى أبعد نقطة في هالبطولة اللي احنا الحين في نصف النهائي، هاي بحد ذاتها إنجاز لنا، ودنا نكمل هالإنجاز بالوصول إلى النهائي. أكيد المنتخب الإيراني منتخب صعب، أكيد المباراة راح تكون صعبة، إن شاء الله أن احنا قدها، وإن شاء الله أن نعرف نفوز إن شاء الله ونوصل النهائي. يعني كل في البدايات يكون متخوف، يكون في حذر كبير في المباريات الافتتاحية بالذات، وخطوة بخطوة الواحد يطمح للأكثر والوصول إلى أبعد نقطة، وهاللي صار معنا الحمد لله. المباراة الأولى كانت مباراة الافتتاح، مباراة لبنان، بعدها طاجكستان، كانت مباراة صعبة، والحمد لله المستوى في تطور في تحسن، والكل يقدر يشوف أنه كان الكل يقول المباراة اللي طافت هي الاختبار الحقيقي للمنتخب، والحمد لله نجحنا في هالاختبار وتعادلنا المنتخب الأوزبكي. كجوى من التفاؤل خذ المنتخب الأخير قبل مواجهة العنابي في نصف نهائي كأس آسيا. منتخب إيران يبحث عن فوز يقوده إلى المشهد الختامي للبطولة بعد سنوات طويلة من الغياب. تفاصيل أوفى في تقرير عبد العزيز اليوسف. لقد اقترب كثيرا الشعور بأنه قادر على كتابة صفحة مشرقة في تاريخ كرة القدم الإيرانية، بات حاضرا حتى في تفاصيل الوجوه. قلع نويي هذا المدرب الإيراني الذي لاقى ما لقاه من انتقاد وهجوم من قبل الكثيرين سابقا، بات اليوم هو صاحب مفتاح الأحلام. لديه من العناصر ما يمكنه من تحقيق المراد، لكن لا أحد يشك أبدا أن اللقاء خارج نطاق التوقعات حتى مع الثواني الأخيرة قبل أن تنطلق صافرة النهاية. نحن نعرف أن مباراتنا أمام قطر مباراة صعبة، كل مجهوداتنا قبل البطولة هدفت لبلوغ المباراة النهائية، وأنا أخبرت اللاعبين أن يضعوا مباراة اليابان خلف ظهورهم وأنهم قدموا مستوى مميزا، لكن ما هو مهم هو الوصول للنهائي، ونحن نعرف أن المنتخب القطري قوي جدا ويسعى للدفاع عن لقبه، وأنهم أنفقوا الكثير في سبيل تطوير كرة القدم عندهم، ولكن بدورنا لدينا في إيران منتخب قوي وتدربنا بشكل جيد. وفيما يتعلق بالانتقادات أقول إننا أحيانا نؤدي بشكل جيد وأحيانا
فعلا لا، لكن المهم ألا نخسر فرصنا. عاش لاعبو إيران ليلة جميلة بعد نهاية ربع النهائي أمام المنتخب الياباني. اليوم هم في حالة أخرى، فالتفكير منصب على مواجهة العنابي. يعود مهدي طارمي الذي ذرف دموع الفرحة بالوصول للمربع الذهبي، ومعه عدد كبير من لاعبي الخبرة، ليس فقط في الهجوم وإنما في كل شبر على المستطيل الأخضر. نعلم أن المنتخب القطري قوي ويملك الكثير من الطموح للاحتفاظ باللقب، خاصة أنه يلعب على أرضه، لذا نحترمه جيدا وندرك أن المواجهة ستكون صعبة. علينا أن ننسى الفوز على اليابان ونركز في المواجهة أمام قطر. لقاء الأحلام بين المنتخب الإيراني والمنتخب القطري، وأما الحقيقة فسترسم في استاد الثمامة عندما يطلق الحكم نداءه الأخير معلنا المتأهل بينهما لنهائي كأس آسيا. يدرك المنتخب الإيراني أن مواجهة العنابي ستكون صعبة للغاية، لكن التفكير في الظهور في المشهد الختامي يعد محركا أساسيا لطارمي وزملائه في هذا اللقاء المصيري. عبد العزيز اليوسف، بي إن سبورت، الدوحة. هذا ويمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة مباراة إيران وقطر عبر قنوات إيجين كاب 1 و2 و3 على الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، فمتابعة راقية للجميع.